سونيا حتشيتي اليوم ضيفتنا ببلوك نوت، مؤسسة ومديرة مهرجان اوت بوكس بسنته الثالثة بسلوغان شورتس ان ذا باث. اهلا وسهلا فيك سونيا. ليش شورتس ان ذا باث؟ لانه هي شورت فيلمز بالروم الباث، سو كانت الكامبين اعتمدت على هالفكره انه شورتس ان ذا باث. هلا بتشوفوا التيزرز اكشلي ببيروت لكينا مزبوط بالحمامات الرومانيه بوسط بيروت بتعاون مع سوليدير. اكيد السنه شورتس فيلمز رح يكونوا بريتش قلتي لي. لا هالسنه هي في عنا نحن كل سنه مركز على بلد واحد، بنعمل ليله مركز يعني على بلد على شورت فيلمز. السنه عاملين ليله للبريتش مع بالتعاون مع البريتش كونسل، هيدي حتكون ثالث ليله بالمهرجان، بس اول ليلتين هن الخميس والجمعه الجايين حيكون افلام من كل العالم من 15 دوله، 26 فيلم ومن لبنان كمان، ورح يكون في كومبيتيشن الجمهور رح يحضر الافلام هو رح يصوت على الافلام. هو اللجنه هو اللجنه. ليش هال يعني هالطريقه؟ لنركز اكثر انه مهم الجمهور يعطي رايه بالاخر، يعني الافلام هي مش بس للمختصين، هي لكل العالم، يعني الفن لكل العالم، المختصين واللي مش مختصين. الافلام يعني الكبيره والعالميه اوقات كثير النقاد بيكونوا ابدا منهم عجبهم الفيلم، وعلى شباك التذاكر بتكون ايرادات مش مزبوط. سو نحن كمان لانه فكره المهرجان كثير هيك انتراكتيف وكثير فريندلي، سو بنحب الجمهور كمان يكون كم له دور يعني بالمهرجان. مين جمهوركم عاده؟ كل العالم. هو نحن بلشنا يعني كانت فكره المهرجان من الاساس بلشناه لانه في فكره من ايام اليونان ايام المسارح القديمه لهلا، انه على طول كل شيء مفتوح، المسارح المفتوحه ما حدا بيعرف ليه بس تجمع ناس كثير مختلفه عن بعضها، بينما المطارح المسكره بتلاقي تقريبا بيشبهوا بعضهم الناس. سو قلنا اوكي خلينا نعمل شيء مفتوح ليجي كل اللبنانيه، يعني مش بس جماعه السينما، ويتعرفوا على الافلام القصيره. هيك تتوصلوا المسج لاكثر عدد من العالم. رح نشوف تيزر بخبرنا عن شورتس ان ذا باث. شوي اوت بوكس بالسنه الثالثه، سنتين المرقوا كيف كانوا؟ كانوا يعني سكسسفول اكثر ما كنا منتظرين. كثير الناس حبوا، كثير الفيدباك كان منيح من الصحافه ومن الناس اللي اجيت. كان على طول مليان درج كل ليله، سو هلا خايفين شوي من الوضع بس انه بالمبدا يعني هوبفلي يكون منيح كمان. خلينا نشوف تيزر ونرجع. Hey, Polly. كمان اشتغلتوا على يعني فكرة السبوت ببليسيتير حتى اللي يكون عم يعطي الجو، شو كان القصد من هالتيزر؟ كنا عم نعمل كذا نوع أفلام بس كلهم عم بصيروا بقلب بنوار كبيرة لأنه نحن بالباث. عملنا هون أفلام، هذا فيلم من مثل أفلام المافياز يعني الأمريكانية، عملنا كمان واحد مثل جوز، واحد مثل سايكو تبع هيتشكوك، عملنا فيلم مصري واللانشت هلأ بهاليومين على الفيرل. سو ايه عملنا من كذا نوع يعني أفلام. خلينا نشوف واحد كمان. لا صارت خطيره لسه. سونيا خبرينا عن برنامج المهرجان هالمره. اوكي في افتتاح الخميس الساعه 8 بنص ببلش عرض الافلام، 13 فيلم من ثلاث فئات، الفئه الانترناشونال يعني اللايف اكشن، بيرجع الانيميشنز وبيرجع اللبنيز بالاخر، وعن كل فئه الجمهور بده ينقي فيلم واحد. هول اول يومين حيكونوا هيك، ثالث نهار التركيز على البريتش شورت فيلمز، اخر نهار عاملين تحيه لرومان بولانسكي لاول افلام اللي عملها، كان عمره 17 و18 بهالعمر، عمل افلام سايلنت قصيره، حنعرض اثنين منهم، ورح يكون في سيني كونسير، رح يكون في باند عم تلعب لايف ميوزك مع الافلام، سكارلت سعد هي اللي رح تكون عامله الميوزيك، هي بتعمل الميوزيك دو فيلم، وبعد منها بنعلن الجوائز و بنعرض الافلام اللي ربحت. كيف راح يكون التصويت؟ باي طريقه؟ راح نوزع على كل الجمهور فوتينج كاردز وبكون مقسمين لهم الافلام، مثلا كل اربعة او خمسة بده ينقوا واحد، بنرجع بالاخر بحطون ببوكس كبيره بنرجع بنعدهم نحن ثالث نهار لما يخلص. هل شورت فيلمز هن يعني اختيارهم كيف صار؟ اختيارهم نحن بنجرب يعني قبل وقتها بيوصلنا كثير افلام، كثير بيوصلنا من كل العالم يعني كثير اكثر من احنا عايزين، سو بنضطر كل مره انه قد ما فينا، ويمكن يكون الاختيار صعب كثير لان الافلام بتبقى كثير حلوه وكثيره،
سو اللي بنعمله انه نحن الكوميتي تبع الفستيفال مجتمع، كمان بنجيب ناس ما خصهم ابدا، ما خصهم بالسينما، مشاهدين كمان يعطوا رايهم. وفي الاكوي فيلم فيستيفال بباريس كمان هن بارتنرز معنا، وهن كمان بالجوري يعني تبع البري سيلكشن. كيف توصلتي سونيا تصير يعني سير اوت بوكس معروف والافلام بدها تشترك فيه يعني بلبنان وببيروت؟ بلبنان لانه بلبنان هينه، لانه نحن بالدومين يعني بنحكي مع كل العالم كل مره. انترناشونالي كثير بنحط دعايات على ويب سايت خصهم بالافلام، على طول يعني كل مره بسافر بحضر مهرجانات برا وبجيب كونتاكتس زياده، وكل مره بنخبروا ناس اللي بيلاقونا. ليش اهتمامهم بانه ينعرضوا افلامهم ببيروت؟ ما بعرف، انا يعني في كثير مخرجين كثير بكونوا انترستد يعرضوا ببيروت، ما بعرف، بصير يقولوا ايه فينا نجي وكيف بدنا نعمل وبليز اقبلوه وكل هالقصص. بس هلا هالسنه ما حدا جاي لانه الوضع افلامهم جاي، بس كلهم ناطرين ومحمسين. بهمهم راي الجمهور اللبناني بافلامهم؟ مزبوط، يعني بالنهايه عم يكون راي الجمهور مش راي اختصاصيين، هذه شغله كمان ما بتصير وين ما كان. مزبوط. فاذا رح يبلش هالفستيفال نهار الخميس، خميس مزبوط. جمعه سبت احد رح يكون دائما مفتوحه للجميع ومجانا. مجانا كمان، الكل بيقدروا يكونوا موجودين. أكيد. كيف بيصير تنظيم وعلى اي اساس؟ يعني اللي بيوصل بالاول بيقعد بالاول او في حجز؟ هو ايه هيك، لا ما في حجز، اللي بيوصل بالاول بيقعد بالاول. اكشلي ولا مره بنعلق يعني. فالناس بيكونوا كثير فريندلي، عم يمزحوا لبعض، مزبطه. عم جرب هالسنه رح نعمل انه كل اللي بيدخنوا يقعدوا ورا، لانه كانت قبل الفيدباك انه كثير عم يتضايقوا الناس من بعض لما يدخنوا. سو ايه، فاذا هو الشيء الحلو الموضوع انه فيك تدخني لانه بالهواء الطلي. انا بالهواء الطلي. سونيا حتشيزي شكرا لوجودك معنا. اوت بوكس اذا ببلش نهار الخميس الساعه 8، خميس جمعه سبت احد، انتم على موعد مع شورت فيلمز بفستيفال، بتقدروا انتم تعطوا رايكم بافلام. وهلا وقفه بنرجع نتابع.